يعني كيف يمكن إيفاء ديون والعراق بعيد كل البعد عن التنمية وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار وإلى آخره مثل ما تعرف الظروف العراقية، فضلا عن الامتيازات الكبيرة للموظفين والدرجات الوظيفية؟ رحب بحضرتك وضيوف قناتكم الكرام، ورحب بمشاهدي قناتكم الكرام أيضا، ونشكركم على الاستضافة. حقيقة ديون العراق تتراوح أرقامها بال 133 مليار، مقسمة بين 45 مليار ديون حقيقة لا يمكن تسديدها لأنها استخدمت لتمويل الحرب العراقية وغيرها، وديون ما يقارب تقريبا 37 مليار دولار هي الديون الخارجية التي مطلوب من العراق تسديدها، و50 مليار دولار هي الديون الداخلية، مجموعهم 138 مليار ما يقارب. حقيقة هذه الديون الداخلية 50 مليار دولار هي ديون من الحكومة للحكومة، غير مخيفة ولا تسجل خطر. صار اختلاف بالأرقام مرة ثانية. لا لا، هي نفس الأرقام. أنا دكتور محمود داغر. لا، نفس الأرقام. بس انتبه لها، هي مجموعهم كلهم شوية. شو تقول دكتور؟ لا، هو بس سنة العشرين أستاذ مصطفى، احنا بس سنة العشرين 29 تريليون و36 سابقة. اي بس دكتور، ايش قد صارن؟ جزء منها داخلي، صارن هي الداخلي 65. ايه بالضبط. الخارجي ايه احنا تداينا، هم اجيب لك اياهن، 6.25 من IMF، 6.25 من الورد بانك، فوصلا 37 مليار دولار. ف 27 مليار بالحقيقه. المهم يعني بالضبط نعم دكتور. حقيقة الديون الداخلية غير مخيفة بالنسبة للاقتصاد العراقي، اللي هي تقدر ب 50 مليار دولار. ديون اللي تحدثوا عنها الإخوان هي 45 مليار دولار، ديون أصلا ساقطة لا يمكن الاعتراف بها. المشكلة فقط ب 37 مليار دولار اللي هي للدين الخارجي. أكو جزء منها اللي هي القرض الياباني والقرض الفرنسي وصندوق التنمية، حقيقة هذه أيضا غير مخيفة لأنها بفائدة، فائدة على العراق، فائدة تراكمية أو غير تراكمية، هذا غير مخيف. المخيف بالنسبة لديون العراق هي الديون التي أعطاها اللي هي صندوق النقد الدولي، اتفاقية نادي باريس 2 سنة 2004. حقيقة هذه الاتفاقية هي كانت اتفاقية نصها إبقاء العراق دولة فقيرة. هذه الاتفاقية لم تنص على أن العراق يسد ينزل حقيقة فقط 128 مليار ديون النظام السابق إلى 38 مليار دولار، نصت على اعتماد برنامج يسمى برنامج الاستعداد الائتماني. هذا البرنامج أعطى انطباع سيء عن الديون الخارجية. احنا ما عندنا مشكلة بالدين تأخذه الدولة وتسدد جزء من فوائده، يعني سمي تقول لي دين للبنك الدولي، البنك الدولي هو مجموعة مصارف دولية، هذا مو مخيب بفائدة، إنما دين لصندوق النقد الدولي هو موجود حقيقة للعراق ضمن اتفاقية نادي باريس تستمر سنة 2028. هذا الدين جدا خطر لأنه لا يفرض فائدة بقدر ما يفرض شروط سيادية على العراق. ابتعدني شوي عن سؤالي. ابتعدنا شوي عن سؤالي. لا، ما هو ضمن السؤال، احنا هذه الشروط السيادية. يعني شعبنا بعض، يعني الأضرار، أنا أريد أدخل إلى أضرار، وإحنا لا عندنا لا صناعة ولا زراعة. إيه، ما هو جايك عليه. ولا ومصاريف المسؤولين كبار ما شاء الله، شو راح نقدر؟ تمام، وأنا جايك عليها. فضل. عندنا اتفاقية نادي باريس، برنامج الاستعداد الائتماني هو اللي ما سمح لنا ان احنا حقيقة نبني الاقتصاد العراقي ونبني مشاريعنا التنموية والاقتصادية. ليش؟ لان هذه الاتفاقية نصت على 12 بند العراق الى اليوم ملتزم بتنفيذها، والاجزاء غير ملتزمة تطبق بشكل مستمر. الا تسمح لي اذكرها لك؟ ما راح اذكرها حتفهم شنو معنات ان صندوق النقد الدولي يمنع عملية التنمية في العراق وبناء حقيقة الاقتصاد العراقي الصناعي وغيره. شنو شروط البرنامج الائتماني اللي وقع عليها العراق سنة 2004 حسب قرار الأمم المتحدة 1546؟ أول وحدة، تخفيض قيمة العملة الوطنية بشكل مستمر وفتح أسواق لصرف العملات الأجنبية. 2، إلغاء نظام الرقابة على النقد الأجنبي وإزالة القيود المفروضة على التعاملات، يعني ممكن التعامل بالنقد الأجنبي بشكل مستمر. 3، إلغاء القيود المفروضة على الصادرات والاستيراد، يعني مو الاستيراد والتصدير بحد معين، مفتوح وهذا اللي يصير. 4، إلغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية وهذا اللي يصير. 5، زيادة الضرائب وتنويعها على السلع والخدمات وهذا مستمر. 6، طيب. تقليص التوظيف الحكومي. 7، رفع أسعار منتجات القطاع العام يعني بنزين وغيرها. 8، رفع الفوائد. 9، تخفيض الإنفاق الحكومي الجاري. 10، تشجيع الاستثمارات الأجنبية ووضع ضمانات كافية للشركات المستثمرة هذا ما تنفذ. 11، إعفاء الاستثمارات الأجنبية من الضرائب لم ينفذ. 12، ضرورة الالتزام بتقليص الإنفاق الحكومي على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي مقابل زيادة الضرائب. يا أستاذ مصطفى، بيش حالة أنت توضح بأنه البنك الدولي قيدنا؟ بالضبط، منذ 2004 إلى 2028 نحن حكومة كلام.